النهارده هنعمل مركز الفراوله بالمياه الغازيه. هو بسيط جدا، ما ياخدش مننا وقت، مش هنستعمل الخلاط. مكونات سكر للتحليه، مياه غازيه، ثلج ومركز الفراوله. موضوع بسيط جدا بس احنا هنعمله بشكل حلو. نجيب الاول كوبايه كده، نحطها، نلمس بس الطرف بتاعها ومركز الفراوله، مش عايزين بقى انها تبقى زياده عن اللزوم. بعد كده نحطها في السكر، دينا شكل ظريف. بعد كده نحاول بقى نحط او نستعمل احسن كده. نحط المياه الغازية، ثلج، نزود شوية كمان. كده العصير بتاعنا جاهز، اول حاجه الساقعه بتاعتنا جاهزه، مركز الفراوله بالمياه الغازيه، ساندوتش وحاجه ساقعه، بالهنا والشفا.